السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف مع بعض ازاي نعمل حائط ازدواجي. خليني اقول له نيو واقول له انا عايز التمبليت اركتكتشر. اوكي ابدأ يفتح المشروع. طبعا التمبليت بيبقى فاضي خالص، فيه بس بعض الاعدادات اهوت. طيب دلوقتي هقول له وول واقول له ارسم لي الاربع حوائط بالشكل دوت، وهضيف باب بالشكل دوت. خلي الباب اللي بره مثلا 3D بالشكل ده. طيب انا عايز اخلي مثلا الحيطه دي الجزء ده كرتن وول حوائط زجاجي وكذلك الحيطه دوت. طيب انا دلوقتي عندي مشكله ان الباب ده موجود في قلب الحيطه. الباب اللي بيبقى موجود في قلب كرتن وول هو باب كرتن وول مش باب عادي، فلو جيت تحول هيفت. لو جيت تقول له اركتكشر وقلت له انا عايز احول الباب دوت من باب عادي لكرتن وول، هتواجهك مشكله سلم ان هو هيلغي الباب دوت. طيب ممكن يكون انا مش عايز الحته كلها تبقى كرتن وول، فاقول له انا عايز اقطع، فاروح هنا لموديفاي واقول له انا عايز اعمل هنا سبيريت اليمنت، واقول له اقطع لي هنا كده باب حاجه بسيطه تمام، واقول له الحتتين دول حولهم لي لكرتن وول. هو حولهم لكرتن وول. طب انا عايز بقى ابدا احط الاجزاء اللي فيه، اقول له اعمل دوبليكيت تمام وتسميها اي اسم انت عايزه، وبعد كده تقول له انا عايز اللي اوت في الفيرتيكال وفي الهوريزونتال يبقى لما فيكس الديستنس يعني المسافه بينهم ثابته مثلا متر ونص متر ونص، لما فيكس نمبر يعني المسافه بينهم في 5 قطع المونيوم في النص تمام، ماكس ماكسيمم سبيس او مينيمم سبيس اقل حاجه واكتر حاجه. اقول له فيكس ديستنس والرقم دوت، واقول له فيكس ديستنس، وبعد كده المينيمم اقول له ده خليه مثلا النوع دوت، وده اللي هو البوردر الناحيه دي وده البوردر اللي هو الناحيه دي وكذلك هنا، واقول له اوكي فيبدا يعملهم لي بالشكل دوت تمام. طيب ممكن ما يكونش هو ده اللي انا عايزه، انا عايز الحته كلها تبقى ازاز، يبقى عندي مشكله في الباب هنا. طيب هاجي هنا اقول له انا عايز ارسم حته تانية والتانية بالشكل دوت، واقول له حول لي الحتتين دول لنفس نوع الكرتن وول اللي موجود هنا. طيب انا عندي بقى الجزء ده عايز اخلي فيه هنا باب في الحته دي كده تمام، فهاجي هنا وهنا 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 وهنا، دي الاجزاء اللي انا هنزل فيها الباب، واجي هنا اقول له امبن واقول له ايه الغي لي الاجزاء دي. وهاجي هنا على الجزء دوت. طيب عايزين نشوف بقى الجزء دوت هيتلغي ازاي. هعمل سيلكت عليه وهاجي هنا اد اند ريموف سيجمنت، واقول له انا عايز اشيل دول بالشكل دوت، وبرده نفس الفكره هاجي هنا واقول له اد ريموف شيل الجزء دوت، وبعد كده هاجي على الجزء دوت واقول له اد ريموف واشيل الجزء دوت. طيب عايز ابدا بقى ايه احط الباب هنا، فده لازم باب مخصص ما ينفعش باب عادي. طيب هقول له انا عايز اعمل انسيرت لفاميلي واختار الكرتن والبانل، هتلاقي هنا دول. طيب خلينا نختار في الدور ده الباب اللي انا عايزه مثلا الباب دوت. اوكي اخترت الباب دوت. طيب هاجي انا بقى هنا واقول له تاب، واجي اختار هنا الباب اللي انا عايزه تمام. فده بقى دور كرتن وول سنجل جلاس، ده مبقاش باب عادي. طيب عشان يكون اوضح خلينا نختار برضو الباب تاني واقول له كرتن وول دبل جلاس. اوكي تمام، ولو جيت هنا اخترت دوت وقلت له دور كرتن وول دبل جلاس هيظهر معايا بالشكل ده. فده باب مختلف عن الباب العادية ومختلف عن القطع ديت. طيب خليني دلوقتي اقول له انا عايز اشوفها شدت، هتلاقي ده بالشكل دوت. طيب ممكن برضه اشوفه بشكل اخر،
ان انت تيجي هنا وتقول له انا عايز كاميرا، وتقول له مثلا الكاميرا دي من هنا لهنا، يظهر معاك بالشكل دوت الحائط الزجاجي مع الحيطة مع الباب. خلينا برضو نقول له ايه، حرك لنا الكاميرا دي بالشكل دوت من هنا لهنا. يظهر معانا بالشكل دوت.